وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث، وهيكون معايا ومشرفني الفنان إحسان ترك. طبعا الفن رسالة، ومن يحملها يجب أن يكون على قدر المسؤولية، لأن الفن هو عنصر من العناصر المحركة والمؤثرة في المجتمع. واليوم نتجول نحن وفارس من فرسان الفن والتلفزيون ممن حملوا الرسالة وقدموها على أكمل وجه. فنان اليوم له باع طويل في عالم السينما والتلفزيون والمسرح، وقدم الكثير من الأعمال الفنية التي أثرت بتاريخ السينما المصرية، ومن ضمن أعماله على سبيل المثال للحصر سقوط الخلافة، طباخ الريس، تحت الترابيزة، الفلوس، إحنا الطلبة، مملكة الغجر، عريس من جهة أمنية، وغيرهم كتير. ضيف اليوم اللي مشرفني نجم كبير جدا، وطبعا كلنا عرفنا هو مين، هو الفنان إحسان ترك. فناننا الجميل، شرفتنا ونورتنا. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. بصراحة أنا بشكرك جدا على تلبية الدعوة، وتعبتك جامد معايا. يعني لا أبدا، تعبتك معايا جامد. سمح في هو بص يا أحمد، أنا واحد من الناس ما أقدرش أكسف أو يعني عارف أعتذر لأي حد، ما أقدرش، ما تعودتش على كده. حضرتك شخصية جميلة جدا، وبصراحة يعني الكل يعني بيحب حضرتك لتواضعك وكرم أخلاقك. وفي البداية بقى عايز أبدأ مع حضرتك، عايزين نعرف مين هو إحسان الترك الفنان والإنسان، والفرق بينهم. بص أنا هقول لك حاجة بسيطة، عشان أنا لو أحكي لك عن إحسان الترك الإنسان أنا رحلة طويلة قوي قوي قوي. لا برضه عايزين السادة المشاهدين يعرفوا. 26 سنة من عمري أنا متغرب ما بين أوروبا وأمريكا وما بين الخليج إلى آخره يعني، ورجعت مصر عملت كم مشروع وربنا كرمه وراحت المشاريع بالفلوس بتاعتها يعني. زي كتير جدا من المصريين بيعملوا كده. ودخلت المجال الفني بالصدفة البحتة يعني. بالصدفة البحتة 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 يعني. طب ممكن تحكي لنا جات إزاي بالصدفة؟ ده موال كبير يا أحمد، ده أنت أنا عايز 10 حلقات عشان المهم يعني. فاحنا خلينا نختصرها ونقول الصدفه البحته. تمام. بس طبعا ايه، انا ربنا كرمني سبحانه وتعالى ان انا اول ما اشتغلت في المجال الفني اخدت ادوار. واقف مع مين؟ مع العمالقه، مع النجوم، نجوم كبار جدا يعني. طبعا الزعيم ربنا يشفيه عادل امام، الاستاذه سميره احمد، طبعا يسرى، احمد، ما فيش حد عمالقه الفن، ما فيش حد ما اشتغلتش معاه الا اذا كان ربنا كرمه ومتوفي يعني. لكن انا اشتغلت ربنا يديك طولة العمر يا رب، اجمعين يا رب اجمعين. لكن انا اشتغلت مع 99.9 من النجوم اللي كانوا اللي اي حد يتمنى يقف قدامه. بس كده. طيب عايز اعرف إيه السينما التلفزيون والمسرح وكل دول بيمثلوا ايه للفنان احسان الترك؟ يعني بيمثلوا قد ايه في حياتك؟ حياتك كلها. حياتي انا يعني، يعني لو مثلا عندي اوردر شغلت في عندي يومين ما عنديش شغل مثلا، مريح، انت عارف احنا مش موظفين يعني مش على طول يعني. انا ممكن يجيني فيها سكته قلبيه في البيت عشان لو قعدت يومين، لانك انت بتحب الحاجه، فانت طبعاً بتحب الشيء ده، فعشان كده ايه شايف ان هو حياتك كله، ما عندكش اولويات غيره. بص يا احمد انا عايز افهمك حاجه، انت زي ابني هفهمك حاجه، بس خد علقه في ودنك. اتفضل. لو اشتغلت، انا اشتغلت طبعا شغلات لا تتخيلها. انت عارف المتغرب ده بيشتغل ويتبهدل عن حق يا غاب ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، بيطلع عينه. دي قاعده يعني. وانا اشتغلت حاجات كتير، اتعلمت بقى ايه الحاجه اللي اشتغلها اعشقها احبها، هي معشوقتي، هي حبيبتي، بنام واقوم احلم بيها، وتديها فهتقوم في الاخر ايه، تديك. وغير والفن طبعا، بس ما عدا الفن طبعا، والفن غير اي حاجه. الفن خدمه داش. الفن خدمه داش. لا وغير الحب، هو ممكن ياخد وما بيديش. وغير الحب الفن ده تحديدا كمان يعني، لو الواحد هيحب اي شيء بنسبه مثلا 90% الفن هيحبه بنسبة 200%، لأن دي موهبة والموهبة بتجري في دم الواحد. طبعا. طيب هاخد حضرتك في سؤال يعني ممكن إيه يكون بيواجه الكتير، الصوت بتاع الفنان والوش بتاعه وتكوينه الجسماني، هل ده ممكن يحصره في أدوار معينة ولا لأ؟ لا، أول بيحصرك في أدوار معينة يعني، مثلا أنا هفهمك يعني، أنت أول ما دخلت المجال الفني كنت واخد دور مثلا سي وزير، قعدت فترة وزير، دكتور، محامي، هي دي بتبقى ايه، مش الصوت ولا الرياكشنات الوش دي، ده شغل. لا انا بتكلم مثلا الشكل. انا مش بتكلم على الفنان احسان ترك، انا بتكلم بشكل عام يعني، مثلا يبقى واحد مثلا له مثلا شنب مثلا كبير، واحد مثلا يبقى له مثلا صوته مثلا رفيع، واحد مثلا يبقى جسمه مثلا رياضي، ما ده كاركتر بالظبط، ما ده اللي بتكلم عليه. هل ده يحصر الشخص ده او الفنان ده في دور معين ما يخرجش منه، ولا عادي ممكن ياخد مثلا ادوار تانية؟ لا، او ممكن يحصره زي ما انا اتحصرت برضو في الشخصيات دي كمثال. ولكن ممكن تجيله صدفه يطلع بقى منين،
يخرج من عبئة الكاركتر اللي هو خده ده. تمام. يعني انا مثلا ما كنتش بعمل لا صعيدي ولا عمده ولا معلم ولا ده ولا ده، مع ان انا بجدهم اجاده يعني الكاركترات دي انا بجدها وعامل فيها شغل جامد. حضرتك طبعا فنان كبير بس جدا، بس طبعا كانوا الجماعه حاكريني يعني. تمام. طيب في صعوبات، طبعا في صعوبات بتواجه اي فنان، يا ترى الصعوبات بتواجه اي فنان ولا في فنانين ممكن يطلعوا كده بدون اي عناء يعني مرتاحين كده؟ لا لا لا، مفيش حد بيجي من البيت ويبقى ستار او سوبر ستار، لا. بنسمع مثلا ان في مثلا وصايه مثلا ان ده عشان كذا فخد بطوله، ده مثلا عشان منتج مثلا انتج على حسابه كده، الكلام ده بيكون حقيقي ولا لا؟ ده عشان مثلا ليه واسطه زي ما نختصرها ما احنا بنتكلم على ده. او قريب المنتج او يديله بطوله، دي صعبه. يديله دور والدور ده يعمل معاه شغل ويعلم وينجح فيه ويبقى ايه مطلوب بعد كده. انما صعب يديله بطوله عشان فلوسه. لا صعب يديله بطوله في الاول مع صعب. انت احنا عندنا هنا قاعده معناها غلط يعني. انا عشت في اوروبا وفي امريكا، انا شفت مثلا كمستقبل، عشان ما نخشش في مواضيع كبيره انت ما عندكش وقت. يا باشا احنا فاضيين لحضرتك حبيبي. الوقت كله لحضرتك، تاخد بالك؟ في اوروبا بيجي يسال انت هتبيع فيلم، مين المخرج؟ مين مدير الاضاءه؟ مين مدير التصوير؟ كل حاجه ما بتفرقش معاه الممثل. بيفرق معاه المخرجين طبعا، والتصوير والاضاءه. والدليل على كده ده عكس هنا. ما انا بقول لك، ما انا بقول لك اهو، هنا بتبقى لازم اجيب فلان الفلاني عشان اضمن عشان ابيع. البيع. المعلنين لو عمل تلفزيوني يعني، ما طبعا بيشتغل على اساس الاعلانات اللي بتنزل على العمل. المعلن طالب فلان او فلانه وهي كلها يا تعالى في فيلم هنا اتعمل حاجه مراهقه، حاجه عن افلام كتير. لا لا، كان في فيلم اتعمل كله شباب جديده خالص. كان بتاع استاذ هاني جرجس فوزي على ما اظن يعني. تمام. يعني فيلم شبابي جدا. تمام. وناس اول مره يمكن تمثل يعني، وكسر الدنيا برغم انه شباب. كسر الدنيا. ده عكس احلام مراهقه حاجه زي كده يعني، انا مش فاكر اسمه، حاجه مراهقه يعني. هو طبعا عشان طبعا الله يقوي حضرتك، طبعا حضرتك اشتغلت في حاجات كتير وفي افلام كتير كل سنه، فصعب ان الواحد ايه يتذكر اسماء كل الاعمال. طبعًا طبعًا. فبيبقى في صعوبه جدا. طيب انا فوجئت بيك جايب سقوط الخلافه. سقوط الخلافه ده يعني، سقوط الخلافه ده من ضمن يعني انا شايف انه عمل يعني من الاعمال اللي عايزين منها كتير، من الاعمال اللي مش هتتعوض تاني. طبعًا. سقوط الخلافه احنا مفتقدين للاعمال التاريخيه والاعمال الدينيه. سقوط الخلافة ده انت ما تنساش، سيبك من النجوم اللي فيه، مش هقول لك غير كلمة واحدة بس، اخراج مين؟ استاذ محمد عزيزية، وطبعا مخرج كبير ومخرج عظيم، وغير كده وكده الفكرة بتاعت العمل. طبعا الفكرة. فعايزك تكلمني عن العمل ده شوية يعني، لو هتتذكر العمل ده يعني كان احساسك ايه وانت شغال في مسلسل زي ده؟ الدور بتاعي كان محوري جدا يعني، لو انت شفت المسلسل. مسلسل جميل جدا ودور حضرتك مؤثر جدا جدا جدا. فالعمل ده انا مش هقول لك اشتغلته، انا استمتعت بيه. استمتعت. شوف انت لما تكون رايح رحله، رايح سينما، رايح كذا، رايح مكان تستمتع، انا استمتعت بالعمل ده. ما في عمل يخليك كده ايه تستمتع بيه. تمام. الكاست اللي معاك، المخرج، الطقم كله في روح حب كده. الواحد رايح كده مش رايح حاسس يعني. كان المسلسل ده وافتكر برضو حاجه تانية اللي هي بتاعت نابليون والمحروسه. كان الله يرحمه شوقي المجري هو المخرج، الله يرحمه، وكان برضو عمل جبار جبار، مع ان كنا بنعاني الامرين يعني. من ضمن الحاجات، انا قعدت 17 يوم في صحراء الفيوم، الله يقويك، طول النهار في الصحراء نصور وتعب. ونرجع بالليل على الاوتيل يعني، عكس ما الناس فاهمه. الناس فاهمه يقول لك ايه الممثلين مرفهين بيروحوا مثلا يصوروا المشهد او لا 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 لا, لا. يعني حضرتك هنا بتقول لهم لا، الممثلين لا بيتعبوا زي اي حد. هقول لك حاجه بسيطه، انت ممكن يجي لك اوردر كابر 11 الصبح. يعني معناته تكون في اللوكيشن 10 وتصور الساعه 1 بالليل. يعني كل حاجه ايه كل حاجه ظروفها يعني، حسب بيكون في ترتيب وكل حاجه، بس في بعض الاحيان بتحصل ظروف بتكون خارجه عن الاراده. طيب بخصوص كلام حضرتك الدور المحوري في سقوط الخلافه، هيخليني اخد حضرتك في سؤال تاني. هل العمل يقاس بحجمه، ولا ممكن الواحد يبقى عامل مشهد او مشهدين بساط جدا بس هم ببطوله العمل؟
بيه مشهد واحد، مشهد واحد ممكن يعمل منك سوبر ستار. مشهد واحد، مشهد. ما هو ده اللي بقى اللي بتكلم فيه، يعني ممكن تلاقي واحد واخد دور كبير جدا بس ارجع لورا، ارجع لورا. وباحترامي لكل الناس، الزعيم، الزعيم، الزعيم عادل امام كان ايه السبب؟ كان بيمثل وكل حاجه، بس ايه الجمله، جمله اللي خليته بقى الزعيم، خليته بقى نجم. وفي ناس كتير نجوم حاليا يعني معانا دلوقتي. مسرحيه كان هو الاستاذ فؤاد المهندس برضه الله يرحمه، الله يرحمه، كان دايما يقول فيها بلد شهادات صحيح. مش فاكر اسمها، بس الجمله دي اتعلمت مع الناس، يعني فرقت مع الناس، خليته بقى الزعيم، كانت كل مصر. انا كنت صغير في الايام دي، يعني عارف انا كنت فاكر الكبير والصغير وده وده، كان كل يقول بلد شهادات صحيح. اكيد طبعا، عشان كده زي ما بقول لحضرتك في ناس ممكن تعمل يعني ادوار كبيره جدا ولكن ما ياثروش، وتلاقي واحد عمل مشهد، المشهد ده يعلم معاه جدا. ما احنا بنسمي المشهد ايه؟ المشهد ده في العظم. يعني كمثال لو انت شفت المشهد بتاع سقوط الخلافه، بتاع سقوط الخلافه اللي انت عامله، انا عامل طبعا في شغل هو معانا دلوقتي، يا ريت يعني نزلوا مشهد سقوط الخلافه لوحده كده معانا، هو معانا على الشاشه دلوقتي. يعني المشهد ده يعتبر العصب في في العمل. ايوه، لان هو اللي اتبنى عليه كل حاجه. الله ينور عليك. يعني هو يعني لولا الخيانه اللي حصلت ولولا ان يعني هو اللي اتبنى عليه كل حاجه. وبعدين هنا ايه كمان ما تنساش، انت انا دكتور، المفروض انا دكتور، وبناطح مع مين؟ تمام، مع الحاكم الجبار بقى ومع الخون، وبقول لهم مات. يعني انتوا هتقتلوه وهم يقولوا لك لا. وانت تقول لهم مات، هم عايزين من الاخر كده يعني. شوف الجملتين اللي بعد كلمه للاسف مات. حضرتك كنت طالع يعني راجل شريف، والناس اللي هم الخونة ما بيحبوش الناس الشريفة للأسف. طيب، وحتى كلام حضرتك هنرجع للزمن الفن الجميل بتاع زمن الفن الجميل، هنلاقي معظم النجوم الكبار، حتى هتلاحظ ان تلاقي البطل ما كانش بيظهر في العمل الا بعد نص العمل. طبعا تلاقيه مثلا ظهر في الاخر خالص، عكس ما احنا بنشوف دلوقتي. انا هفهمك، هقول لك على حاجه بسيطه. اولا 90% ان لم يكن كلهم من النجوم اللي طلعوا شباب يعني جداد وبتاع، كان مين معاهم؟ مين اللي كان ساندهم؟ عم حسن حسني الله يرحمه. الله يرحمه. كانت الناس بتخش يمكن عشان في الفيلم فيه عم حسن حسني. فنان حسن حسني. يعني أول مثلا ما بيبقى فيه الفنان حسن حسني يبقى اتعرف إن الفيلم ده هيتسوى ويبقى كويس وزي الفيلم. النهارده أنت زي ما أنت بتقول لسه بتقول يعني النجم عايز إيه؟ يبقى من الجلدة؟ للجلدة. في مسلسل واخد بالك نجح نجاح جامد قوي. والنجم بتاعه من النجوم المتألقة يعني فنيا وكل حاجة. مين كان النجم؟ تامر حسني. مسلسل آدم. كان في حلقات ما بيظهرش فيها تامر حسني. تمام، هو ده بقى إيه الفن؟ إنك أساسا للأسف الشديد في زي ما حضرتك قلت إن في نجوم كتير جدا بتبقى عايزة تطلع من الجلده للجلده، يعني من الاخر مش زي مثلا في فيلم معين حضرتك اشتغلت فيه قريب. كان برضه في الممثل اشتغلت فيه في 2014 تقريبا، كان في الممثل عايز يطلع من الجلده للجلده. تمام، فممكن بسبب ده ممكن يكون العمل قل من قيمته كتير جدا. تمام، فعايز برضه يعني هو عشان الوقت فعلا حضرتك قلت الوقت جميل مع حضرتك، عايزك تحكي لي ايه اكتر المواقف المؤثرة في الفنان إحسان الترك من وقت ما اشتغل في الفن؟ يعني أنا ما فيش بيني وبين أي حد في الوسط ما حصلش أي حاجة. لا مش حتة ما حصلش يعني، لكن في مشهد كمثال خلاني أبكي على المسرح. وفي الآخر قلبته الكوميديا. كنا على المسرح بس ده بقى الفنان الحقيقي. يعني أنا كنت طالع معلم وصاحب قهوة، وعندي واحد محامي قاعد بقى له 4 سنين في المنطقه، فبيشرب كل يوم والتاني شاي وقهوه على النوته. فبيقول للولد القهوجي، بيقول له الولد كان اسمه معز القهوجي، فبيقول له يا معز انا عايز كوبايه شاي وفيها 5 معالق سكر. فالولد بيقول له هتدفع ولا على الحساب؟ فانا بقى قاعد جنبه بقى الناحيه الثانيه، فبيقول له يا فتحي علي ما رزاق علي، احنا اصطبحنا بوش مين والمشاكل واللي واللي واللي، انت ايه حكايتك يا استاذ احمد اللي هو بقى المحامي ده؟ بقالك 4 سنين معانا كل يوم شاي وقهوه وسكر وبتاع وكله على النوته، طب خلص يجي 50 نوتة، وبعدين انت ايه ما حدش بيسال عنك، انت مالكش اهل. هنا بقى طبعا بيحصل هنا بلاك، هنا الدراما بقى، الدراما بيحصل يعني. بلاك في ال فانت المسرح وسبوت عليه. هو بقى بيطلع يا معلم انا
كنت راجل محترم محامي واتجوزت واحده وخلفت ولد، والولد ده بقى حياتي اكله واشربه واعمل واسوي لغايه ما كبر ودخل الكليه الحربيه. وفي يوم جالي ثلاثه من اصحابه جايبين شنطته، وبقى بيقول الكلام ده، هو ايه بيبكي. بيبكي. انا واحد من الناس اتاثرت بالكلام، لان هو كمان كان استاذ بصراحه، يعني هو مش من، يعني هو مش من نجوم اللي هي، بس استاذ اكيد طبعا في مواهب كتير. فانا قمت جدا بقى معاه، قلت انت بتفكرني عارف ايام حرب 73. حولت المشهد. قال لي، قلت له احنا كنا بنحارب في 73 وفاتحين صدرنا، وكان كل استحنا كلمه الله اكبر وفاتحين صدرنا للعدو، بس احنا كنا عارفين مين العدو. تمام. انتصرنا وسلمنا الرايه لاولادنا، اولادنا كملوا المسيره، بس للاسف مش عارفين العدو انا هنا بقصد بقى الارهاب، مش عارفين العدو بيجي لهم منين. صح. وبعدين يا سيدي ما تزعلش، اعتبر ان كل اولادنا اللي عجبها اعتبرهم فلان ابنك، بس ده ما يمنعش بقى انك مش كل يوم تشرب لي كوبايه شاي بنص كيلو سكر. خدت المشهد، قلبت كوميديا بحيث ان ايه تخرج الجمهور في المسرح. الجمهور كان قاعد بقى عارف، كلنا كل بما فيهم انا كنا قاعدين في حاله، يعني دراما شديده جدا، جداً وحزن شديد جدا. الفنان احسان الترك لو هيوجه رساله لحد هيوجهها لمين وهيقول فيها ايه؟ حد زي مين؟ منتجين، مؤلفين، وحضرتك طبعا للاسف الشديد يعني زي ما حضرتك برضو نوهت ان في اعمال كتير جدا للاسف، يعني الفنانين، يعني في فنانين كتير جدا المفروض يبقى موجودين في كل الاعمال ديت لانهم هم اللي هيشيلوا العمل، لان الناس كلها عايزه تشوفهم، فللاسف بيبقوا الناس دول يعني مش واخدين حقهم. فلو هتوجه رساله هتوجهها وتقول فيها ايه؟ مع حضرتك الكاميرا وجه الرساله. انا هوجه رساله بالنسبه للوسط الفني، لاي واحد في المجال، الشغل اللي يتعرض عليك طالما ان هو شغل جيد ومحترم اقبله، مش لازم تبقى من الجلده للجلده. تمام. الرساله بقى الاهم من كده انا بوجهها لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. انا طلبت اقابلك يا ريس اكتر من ثلاث مرات، ودي الرابعه، وعلى الهوا بطلبها برضه. تمام. في عده لقاءات، ويا ريس اللي احنا فيه ده مش مظبوط، انا محتاج اقابلك باي وسيله من الوسائل. انت اب لكل المصريين واخ لكل المصريين، بس انا محتاج اقابلك باي وسيله من الوسائل. تمام. لان احنا كده في دمار. ومن هنا بنوجه النداء لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الفنان احسان ترك من الفنانين اللي لهم باع طويل في الفن، وهو بيطلب المقابله لان حابب مثلا انه يتكلم مع حضرتك عن الفن يعني اللي بيحصل فيه، فيا ريت يعني يبقى في تلبيه للدعوه. وطبعا فناننا الجميل، هو الوقت للاسف انتهى للاسف بدري بدري. تمام. كنت اتمنى ان حضرتك تكون معايا اكتر من كده، ولكن الوقت وشرفتني ونورتني، وانا بشكرك جدا جدا مره تانية على تلبيه الدعوه وشرفتني ونورتني حبيبي. الله يخليك.